بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. أهلا بكم أصدقائي وأحبابي متابعين قناة فارس البرمجيات. النهاردة إن شاء الله جاي لكم إزاي تعرف ابنك في المعهد الأزهري ولا لأ. النهاردة بإذن الله هتعرف ابنك قبل في المعهد الأزهري رياض أطفال ولا لأ. طبعا الفترة اللي فاتت كان مفتوح التقديم لمرحلة رياض أطفال للمعاهد الأزهرية، ودلوقتي بعد كده تم إيقاف التقديم، وحاليا متاح انك تعرف ابنك قبل في المعاهد الأزهرية ولا لا. طبعا الصفحة دي هتلاقي اللينك بتاعها اسفل فيديو اللي تشاهده الان، هتلاقي اللينك بتاع الصفحة دي. اول ما تفتح الصفحة دي هتضغط نهوت على الاختيار دوت، زي ما انت شايفين كاتب لك ان هوت الاستعلام عن نتيجة المرحلة الاولى من التنسيق. اضغط على الرابط التالي، تضغط على اول رابط دوت، تمام كده. اما بالنسبة للناس اللي عايزة تقدم في المرحلة التانية، تضغط على اللي هو اللينك التاني او المربع الازرق التاني دوت. الناس اللي عايزة تقدم للمرحلة التانية المعاهد النموذجية هتضغط على المربع التالت. اما المعاهد الخاصة بمصروفات هتضغط على الاختيار الرابع، تمام كده. يعني الاختيار بتاع النهاردة لو انت عاوز تستعلم عن نتيجة التقديم لرياض اطفال هتختار الاختيار الاول اللي هو المربع الازرق الاول، حتى مكتوب عليه الاستعلام عن نتيجة المرحلة الاولى من التنسيق، اضغط على الرابط التالي. اما لو انت ابنك اترفض في المرحلة الاولانية او الاولى وعايز تقدم في المرحلة التانية هتضغط على التقديم للمرحلة الثانية للمعاهد العادية فقط، هتضغط على الاختيار التاني لو انت هتقدم في المعاهد العادية. لو ابنك اترفض وعايز تقدم في المعاهد النموذجية هتختار الاختيار التالت. اما لو انت عايز تقدم في المعاهد اللي بمصروفات اختار الاختيار الاخير. هنضغط على المربع الاول اللي هو الازرق الاول دوت عشان نستعلم عن النتيجة دلوقتي، تمام كده. هنضغط عليه، بيقول لك ادخل الرقم القومي للطفل. هتدخل الرقم القومي للطفل هنا، ثم هتضغط على كلمة بحث. مجرد ما تضغط على كلمة بحث هيجي لك حاجة من الاتنين، يا اما هيقول لك ان ابنك اتقبل يبقى مبروك باذن الله، ربنا رب يجعلهم متفوقين. اما لو هو في حالة اترفض هيجيب لك يفتح لك الخانات ويقول لك قدم في المرحلة التانية تلقائي، يعني هو يفتح لك خانات كده وتقدم في المرحلة التانية لو انت حابب تقدم في المرحلة التانية. ما تنساش قبل ما تخرج من الفيديو تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. كان معكم اخوكم من فارس حسام، دمتم في رعاية الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.